الماضي بحثنا في تحليل كثيرات الحدود من الدرج الثاني باستخدام المتطابقات وباستخدام التحليل المباشر وباستخدام العامل المشترك، ووظفنا التحليل في حل المعادلات الخطية من الدرج الثاني. بعد ذلك انتقلنا إلى حل المعادلة الخطية من الدرج الثاني، حيث أننا قلنا عندما لا نستطيع تحليل التحليل نلجأ إلى طريقة المميز دلتا، إذا تذكرون أليس كذلك؟ قلنا نلجأ إلى طريقة المميز دلتا. أنا اليوم راح أتعرف عن أو راح أقوم بحل معادلات باستخدام المميز دلتا. إذن حل المعادلات في R، سوف أقوم اليوم بحل المعادلات الخطية من الدرج الثاني باستخدام المميز دلتا. بعد ذلك سوف أنتقل إلى حل معادلات أخرى كمعادلات من الدرج الثالث ومعادلات من الدرج الرابعة ومعادلات جذرية، وبالفقرة الأخيرة من الدرس راح نبحث في المتطابقات التكعيبية. طبعاً تتذكر أنه نحن تعلمنا كيف نحل المعادلة الخطية من الدرج الثانية، حيث أننا طبعا المعادلة الخطية من الدرج الثاني كان شكلها العام AX مربع زائد BX زائد C، حيث A والB والC أعداد حقيقية، نعم، حيث أننا كنا نحلل الطرف الأيسر ثم نطبق خاصة الجداء الصفري مثل ما شفنا في الدرس الماضي. وعندما لا نستطيع تحليل الطرف الأيسر ما قدرنا نحلله لا عن طريق المتطابقات ولا العامل المشترك ولا التحليل المباشر، سوف نلجأ إلى طريقة المميز دلتا. في الدرس الماضي تعرفنا كيف نحسب الدلتا وكيف نناقشها. اليوم سوف أقوم بحل معادلات من الدرج الثانية بطريقة مميز دلتا، ثم سوف نتناول معادلات أخرى منها خطية ومنها جذرية. أنا عندما أقول معادلة خطية يعني هي عبارة عن كثير حدود، المعادلة الجذرية اللي فيها جذر. لنرى ذلك، لنرى كيف نحلها. أهداف الدرس، طبعا طلاب أهداف الدرس هاي للطالب أنه بعد نهاية الدرس لازم الطالب على شو لازم يحصل. أستطيع القول بعد نهاية الدرس أنا كطالب لازم أقدر حل المعادلة الخطية من الدرج الثاني بالمميز دلتا. أي معادلة خطية بتنعرض علي لازم أقدر حلها بطريقة المميز دلتا، ولازم أقدر حل معادلات من فوق الدرج الثاني، معادلات من الدرج الثالث ومعادلات من الدرج الرابعة ومعادلات الجذر التربيع. هذا الهدفين لازم الطالب يستطيع أنه يحققهم في نهاية الدرس. الآن سوف أعرض معادلات من الدرج الثاني وأحلها بطريقة المميز دلتا لتثبيت فكرة المميز دلتا. لدي المثال التالي، حل المعادلات التالية في R. انظر إلى المعادلة 3X مربع ناقص 4X زائد 1. هاي المعادلة 3X مربع ناقص 4X زائد 1 يساوي 0. طبعا أنا لا أستطيع أن أحلل الطرف الأيسر لأن التحليل مباشر ما بيصير، لازم يكون أمثال التربيع واحد، والمتطابقة الأولى والثانية نعم كمان ما بيصيروا لازم يكون أمثال التربيع واحد. ما هو العمل؟ العمل سوف ألجأ إلى طريقة المميز دلتا. نتذكر أنه هاي المعادلة شكلها العام AX مربع زائد BX زائد C يساوي صفر. أكتب الثوابت على جنب مشان هلأ قبل يطبقون. لدي الـ A 3 الـ B ناقص 4 الـ C يساوي 1. بحسب المميز دلتا، نتذكر مع بعضنا قانون المميز دلتا، دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 اي سي. انظر الحل، لدينا الثوابت كتبناهن الاي 3 البي ناقص 4 السي 1. نحسب المميز دلتا، دلتا يساوي ب مربع ناقص 4 اي سي. البي مربع يعني ناقص 4 للتربيع، ناقص 4 ب 3 ب 1. انظر ناقص 4 للتربيع، ناقص 4 ب بفتح قوس للA بفتح قوس للC، 4 ب 3 ب 1
ناقص 4 للتربيع، التربيع بيروح الناقص، الجواب 16. ناقص 4 بالثلاثة 12، 16 ناقص 12 يساوي 4. قيمة الدلتا هون الدلتا أكبر من الصفر، وقلنا في الدرس السابق لما يكون مميز دلتا أكبر من الصفر معناته يوجد للمعادلة حلين حقيقيين مختلفين. الحل الأول x1 قانون ناقص b زائد جذر الدلتا ع2a، والحل الثاني x2 قانون ناقص b ناقص جذر الدلتا ع2a. ناقص b زائد جذر الدلتا منعوض ناقص الناقص 4 يعني 4 لأن b سالبي، زائد جذر التسعة 3 على 2a، 2 بثلاثة 6 صح؟ 4 وثلاثة نعم. انظر إذا ناقص b زائد جذر الدلتا ع2a، طبعا الدلتا هنا 4 وليست 9 معناته جذر الدلتا 2، جذر ال 4 2، 4 و 2 6 على 6 ويساوي الواحد، معناته الحل الأول واحد. الحل الثاني ناقص b ناقص جذر الدلتا ع2a 4 ناقص 2 على 6، انظر 4 ناقص 2 2 على 6 والتي تساوي الثلث. وهكذا أحصل على الحل بطريقة المميز دلتا. لو أمعنا النظر طلابنا أرى أن الحل بطريقة المميز دلتا طويل، ولكن نتركه للأخير عند اللي ما بقدر حل للطرف الأيسر، أنا راح ألجأ إلى المميز دلتا كما ترون جميعا. انظر المميز دلتا قادر أن يحل لي أي معادلة من الدرجة الثانية، يختلف عن التحليل، أي معادلة من الدرجة الثانية استخدم الدلتا فيها بحلها. راح أستعرض الحلين في الشريحة التالية. إذن الحل الأول كان قانون ناقص ب زائد جذر الدلتا ع2a، عوضت 4 زائد 2 على 2 ب 3، 4 و 2 6، 2 ب 3 6، 6 على 6 1. الحل الثاني x2 هو ناقص ب ناقص جذر الدلتا على 2a، انظر 4 ناقص 2 على 2 ب 3، 4 ناقص 2 2 على 6 والتي تساوي الثلث. معناته هلا انا صار عندي حلين، حل الحل واحد والحل ثلث قيمتين ل x. أتناول مثال آخر سأنتقل من هذه الشريحة. مثلا طلاب أنا إذا قال لي حل المعادلة التالية في R، لدي المعادلة 2x مربع ناقص x ناقص 1 يساوي الصفر. واضح أنه كمان أنا هون ما بقدر حلل الطرف الأيسر لأنه في عندي الأمثال التربيع مو واحد، لذلك سألجأ إلى طريقة المميز دلتا. الأمثال الـ A أمثال التربيع 2، الـ B ناقص 1، الـ C ناقص 1. قانون الدلتا بنتذكره مع بعض، B مربع ناقص 4 AC، هذه الأمور بدها حفظ كقانون. الحل لدينا الأمثال الـ A 2، الـ B ناقص 1، الـ C ناقص 1. نحسب المميز دلتا، دلتا يساوي B مربع ناقص 4 AC. بنعوض الـ B مربع هو ناقص 1 للتربيع، ناقص 1 للتربيع 1، ناقص 4 بـ A بـ C. شوفوا طلاب أنا وضعت الـ A بين قوسين والـ C بين قوسين، انتبهوا على الإشارات، ضرب الإشارات راح يخلي الموازين تختلف معناها. 4 بـ 2 بناقص 1 لأنه الـ A قد قيمتها 2 بينما الـ C ناقص 1، ناقص 1 للتربيع 1، ناقص 4 ب 2 ناقص 8 بناقص 1 زائد 8. انظر 1 زائد 8 والتي تساوي 9، 9 أكبر من الصفر، وقلنا لما يكون مميز دلتا أكبر من الصفر يوجد للمعادلة حلين حقيقيين مختلفين. الـ X1 بنتذكر قانونه مع بعض، ناقص B زائد جذر الدلتا على 2A، ليس كذلك؟ بنحسبه ناقص ب زائد جذر الدلتا ع2a، ناقص الناقص 1 1، جذر الدلتا 3 ع2 ب 2 4، 1 و 3 4 على 4 1. الحل الثاني
كمان القانون بده يكون محفوظ عنا، ناقص ب ناقص جذر الدلتا على 2 ا، انظر ناقص ب ناقص الناقص 1 1 زائد ناقص جذر الدلتا هو جذر التسعة. قديت جذر التسعة؟ 3 على 2 ب 2 4، 1 ناقص 3 ناقص 2 على 4 يعني ناقص نص. حصلت على حلين، الحل الأول 1 والحل الثاني ناقص نص. استعرض الحلين في الشريحة التالي: x1 ناقص b زائد جذر الدلتا على 2a، 1 زائد 3 على 2 ب 2 4 على 4 1. الحل الثاني x2 ناقص b ناقص جذر الدلتا على 2a، 1 ناقص 3 هو ناقص 2 على 4 والتي تساوي الناقص نص. مثال آخر: مثلا إذا نقل لي حل المعادلة التالي في R، حل المعادلة التالي في R، لدي المعادلة X مربع زائد X زائد 1 يساوي 0. أكيد أنا أول ما بدي أنظر لها المعادلة بدي أفكر بالتحليل. وين التحليل؟ التحليل المباشر. لو أنا سألتكم سؤال بدي عددي مجموعهن زائد 1 وجداهن زائد 1، خلينا نفكر الكل مع بعض، هل أستطيع الحصول على عددين مجموعهن زائد 1 وجداهن زائد 1؟ واضح وصعب، لا أستطيع الحصول. مجرد لقيت صعوبة في إيجاد العددين إلجأ إلى المميز، لأنه المميز بيحل لي المعادلة. إذن لاحظ بدي إلجأ للمميز دلتا، بعين الثوابت أو الأمثال، أمثال التربيع 1، الـ A 1، الـ B أمثال X 1، الـ C 1. أحسب دلتا من القانون، قانون الدلتا هو B مربع ناقص 4AC، B مربع 1 للتربيع ناقص 4، بفتح قوس للـ A بفتح قوس للـ C، 4 ب 1 ب 1، 1 للتربيع ناقص 4 ب 1 ب 1، 1 للتربيع 1 ناقص 4 في 1 4 في 1 4، 1 ناقص 4 ناقص 3 أصغر من الصفر. طالما المميز دلتا طلع معي أصغر من الصفر، شو بيعني هذا الكلام؟ مثل ما قلنا في الدرس السابق، المعادلة مستحيلة الحل. لما يكون المميز دلتا سالب تكون المعادلة مستحيلة الحل، بس وين؟ في R. يعني ولا بكرة البحث الأخير من كتاب الجبر في عندي حل المعادلات في C. مين هي C؟ الأعداد العقدية. طبعا هاي في نهاية المنهاج، راح المعادلات مستحيلة الحل آخر المنهاج راح نلاقي لها حل، بس وين؟ في الأعداد العقدية اللي راح نتعرف عليها لاحقا إن شاء الله. إذن لما يكون مميز دلتا أصغر من صفر تكون المعادلة مستحيلة الحل. مثال أخير حول المميز دلتا، ننتقل من هذه الشريحة. مثلا أنا إذا قال لي حل المعادلة التالي x مربع زائد 2x زائد 1، خلوني مباشرة استخدم الدلتا. قلنا الدلتا بتحل لي أي معادلة، لدي الـ A 1، الـ B 2، الـ C 1. سوف أحسب المميز دلتا، سوف أحسب المميز دلتا. انظر الـ A 1، الـ B 1، الـ C 1. طبعا هو في عندي خطأ مطبع، الـ B هي 2. المميز دلتا، دلتا تساوي ب مربع ناقص 4AC، بعوض ب للتربيع يعني 2 للتربيع ناقص 4 ب 1 ب 1. بقول يعني إشارات 2 للتربيع ناقص 4 ب 1 ب 1، 2 للتربيع طلاب 4 ناقص 4، 4 ناقص 4 والتي تساوي الصفر. المميز دلتا معدوم. لما يكون المميز دلتا يساوي الصفر، شو قلنا؟ للمعادلة حل وحيد أو حل مضاعف مكرر مرتين، ليس كذلك؟ لما يكون الدلتا يساوي الصفر يكون للمعادلة حل وحيد أو حل مضاعف مكرر مرتين. هو مين؟ سمينا إكس صفر ترميز، يعني هذا رمز. قانون
ناقص بي على 2 A. البي هي 2 والA 1، فقط عليك تعوض هون. إذا X 0 ناقص بي على 2 A، بالتعويض طلاب X 0 هو ناقص 2 على 2 بي 1، ناقص 2 على 2 ناقص 1، وعليه يكون X 0 أو للمعادلة حل وحيد أو حل مضاعف مكرر مرتين. معادلة حل وحيد أو حل مضاعف مكرر مرتين. إذا طلاب عندما لا نستطيع حل المعادلة الخطية من الدرجة الثانية باستخدام التحليل، نلجأ إلى طريقة المميز دلتا. كيف منحلل؟ منحسب المميز دلتا ثم الحالات الثلاث حسب حسب قيمة دلتا بناقش الحلول. الآن لدي تقييم سؤال يعني على الفكرة اللي أنا أبحث فيها، سأتقم هذه الشريحة. كيف نحل المعادلة الخطية من الدرجة الثانية باستخدام المميز دلتا؟ راح أسمع إجاباتكم طلاب. الإجابة برفع اليد طلاب. كيف أحل المعادلة الخطية؟ نعم بطريقة المميز دلتا. نعم يا منار. منار أحمد معك الميكروفون. نعم يا منار. ننظر إلى المعادلة ونحلها بطريقة الدلتا، إذا كانت الدلتا أصغر من الصفر مستحيل الحل، إذا كانت الدلتا تساوي الصفر فالمعادلة حلها مضاعف. نعم مميز دلتا. منار أعطيني قانون نعم. الدلتا. دلتا ماذا تساوي؟ ناقص بي 2 بي 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 مربع ناقص 4 آه سي على 2 آه. هذا قانون الدلتا، بي مربع ناقص 4 آه سي ناقص 4 آه سي. ممتاز. نميز الحالات. كانت دلتا تساوي إذا كانت دلتا أصغر من الصفر فالمعادلة مستحيلة الحل. إذا ممتاز. كانت دلتا تساوي الصفر نعم فالمعادلة حل مضاعف وهو X صفر يساوي نعم ناقص بي على 2 A. ناقص بي على 2 A. ناقص بي على 2 A. لما إذا كانت الدلتا أكبر من الصفر فالمعادلة حلين مختلفين. أحسن. الحل الأول X واحد تساوي ناقص بي ناقص جذر زائد جذر الدلتا على 2 A. نعم. والحل الثاني X 2 يساوي ناقص بي ناقص جذر الدلتا على 2 A. شكرا كثير يا منار، الله يعطيك العافية. شكرا. عفوا. إذا طلابنا كما ترون شكرا لمنار شرحت لنا كيف نحل المعادلة، كيف نحل المعادلة من الدرجة الثانية باستخدام المميز دلتا. هكذا طلاب أقوم بحل المعادلة الخطية من الدرجة الثانية باستخدام المميز دلتا مثل ما شرحت لنا إياها رفيقتنا منار.